كان نفسي يكون محترف في كرة القدم، بس للأسف مش كل حاجة بتقدر تعملها أو بتقدر توصلها، لأن في وقتها الإصابة منعته. جاله تدريب في بنك، وده حلم في أي شاب صغير ممكن يكون بالنسبة له حلم كبير، إن هو يتدرب في بنك، إن هو يكون موظف في بنك، بس هو رفض الوظيفة عشان يكون في النهاية من أهم الاقتصاديين في مصر. معانا رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، يعني إحنا في ضيافته في فيلته النهاردة. أحمد إزاي؟ أهلا وسهلا، إزيك يا أحمد؟ يعني في البداية يعني الناس كلها عايزة تعرف وصفة نجاح أحمد أبو هشيمة. شوف، هي يمكن أنا قلت الموضوع ده قبل كده كتير، بس أقول لك تاني. هي الأول دايما دايما من وانت صغير عود نفسك، يعني انا بنصح الشباب اللي هم لسه حتى تينيجر، يعني اللي هم الناس اللي هم لسه في الاول 14 15 16، لازم يبقى عارف عنده حلم وعنده فيجن كده. ما عندوش امكانيات، انا متاكد، لان انا راجل اتولدت، والدي ضابط شرطه، كان راجل عظيم بالنسبه لي وراجل قدوه، ولكن امكانياته الماديه على قده. عنده اربع اولاد انا اكبرهم، فكنا عايشين عيشة متوسطة جدا، تعليمي كان متوسط جدا، كان تعليم حكومي. الجامعة بتاعتي كانت قناة السويس في بورسعيد، كلية تجارة حكومة برضه، يعني ما كانش في حاجة أي حاجة مميزة. فأنا الوصفة كانت إن أنا كنت زي ما أنت قلت، كنت بلعب كورة ولعبت النادي المصري. والدي كان، أنا مش من بورسعيد، ولكن مش من بورسعيد، لا هناك. والدي كان ضابط شرطة هناك، وقعدت هناك 10 سنين تقريبا، السن ما بين 11 سنة كده ل 21، وكنت بلعب كورة، وكنت لعب كويس. لعبت في المصري الأول، لعبت يمكن درجة أولى أنا عندي 16 سنة ولا 17 سنة، دوري ممتاز شوية كده. بعد كده رحت المنتخب ومنتخب الناشئين، وبعد كده جالي قطع في الرباط الصليبي. كان ساعتها بقى سنة 93 94 كان الموضوع صعب جدا، مش زي دلوقتي. دلوقتي موضوع الرباط الصليبي ممكن يتعالج يعني. الإمكانيات وقتها، الإمكانيات وقتها عندك يعني مش لا، الإمكانيات ضعيفة جدا، وبس كان دايما كنت بنام واحلم. الحلم ما حدش هيحاسبك عليه، بس حلم وانت نايم في السرير عمره ما يتحقق. أهم حاجة الحلم، هيفضل حلم، يبقى عندك أهم حاجة يبقى عندك حلم تسعى له. حلم وانت في السرير هيفضل حلم، حلم وتقوم تحاول تنفذه ربنا يساعدك فيه اكيد. فبدات اتمرن في بنك، كنت باخد 100 دولار في الشهر، وكنت شاطر، ما فشلتش ابدا. كنت باخد كورسات بره، لان انا كنت في مدارس حكومه، ما كانش عندنا لغات ولا عندنا اي حاجه، فكنت بحاول اطور من نفسي وانا في البنك. وكنت بخلص شغلي بدري جدا، بنك لغايه الساعه 3، بخلص شغلي الساعه 12، اقعد ما بعملش حاجه. حقيقة ان انا ما فشلتش، ولكن ما لقيتش نفسي في البنك، مش عايز ابقى موظف،